صباحكم خير وعافية أصدقائي. هذا الفيديو كلش مهم للناس اللي عايشين بألمانيا. طبعا مثل ما أقول كل مرة أني إذا الناس ما عايشين بألمانيا، فحتى لو أهل العراق وعندكم أصدقائكم عايشين بألمانيا، فهذا الفيديو يدز لهم إياه، فيديو كلش مهم، وهو هذا الفيديو على الشغل، شلون تحصل شغل بألمانيا. يعني مثلا أصدقائي أنت تريد تشتغل بألمانيا، الأكثرية ما دي يحصلون شغل بألمانيا، فالأكثرية ما دي يحصلون شغل بألمانيا، يعني على مود اللغة، على مود هواي شغلات، وأكو شغلة همات مهمة، يعني ما دي يعرفون شنو هو الشغل هنا بألمانيا، شلون هذا راح يحصل شغل، شلون راح يشتغل، شقد ياخذ راتب. أنا بألمانيا ما يقولوا لك هاي السوالف كلها، يعني بالإنترنت، إحنا هنا بالإنترنت تدور الشغل تريده، بعدين تدزلهم شيء اسمه بفيربونج، يعني الرسالة: هلا وأنا اسمي فلان ابن فلان، أنا أريد أقدم على شغل وياكم، حد اشتغل عندكم وكذا وكذا، والأكثرية ما يوافقون عليهم لأن يكتبون كتابة غلط، يعني اللغة مالتهم ضعيفة. فأنا أقول لكم سالفة اللي صارت وياي. السالفة اللي صارت وياي هي أصدقائي هنا بألمانيا إحنا عندنا شيء اسمه جوب مسا. جوب مسا، هذا الجوب مسا يعني أنت هسه بألمانيا عايش، تفتح الإنترنت مالك، تدخل على الإنترنت تكتب جوب مسا، جي أو بي جوب، مثل بالإنجليزي نفس الشيء، مسا هي M E S S E، مسا يعني معرض شغل، يعني معرض مال شغل. فمن تدخل على هذا الجوب مسا، بعدين يطلع لك شنو الجوب المسا الموجودة عندك بالمقاطعة أو بالمحافظة مالتك. مثلا أنا قبل لا أحصل الدراسة مالتي، أنا دا أدرس جامعة، فقبل لا أحصلها أنا كنت هم أدور على جوب مسا، فلقيت جوب مسا مثلا واحدة ببرلين. راح أشرح لكم شنو فائدة هاي الجوب مسا بالضبط. فرحت للجوب مسا مال برلين مثلا ليمي، وبعدين من تدخل اول شيء بالبدايه يعطوك كارت ويسلمون عليك ومرحبا وانت جايين لهنا اهلا وسهلا بيك. بعدين يعطوك كارت، الكارت مكتوب بيه تقريبا الشغلات يعني الموجوده هناك، الشركات تقريبا انا بوقتي من انا رحت كانت موجوده 40 شركة تقريبا كانت موجوده. فهو يعطوك هذا الكارت مكتوب به الشركات الموجودة عندهم، يعني الشركات الموجودة بالمعرض كله على اليمين وعلى اليسار وعلى الكذا وعلى الكذا، شنو موجودة هنا الشركة، شنو هنا من شركة، مثلا كانت موجودة مرسيدس، شركة السيارات البي ام في هي هي بي ام دبليو، كان المخابز، كانت شركة الكاكاو، كانت سيكوريتي، كان كل شيء. في يعطوك الورقة وتروح تستعلم عليها، يعني تسألهم. بس أقول لكم شلون تسألهم، او تريد مثلا مو تروح تسالهم، اول ما تدخل فاكو مثل الصبوره لوحه كبيره ومكتوب عليها يعني شلون اكو شغلات انقبوت احنا نسميه بالمانيا، يعني عروض مال شغل. تلقى عليها مثلا واحد يريد عامل، واحد يريد بمطعم يشتغل، واحد يريد كذا، واحد يريد كذا، فتلقى هواي تحصل يعني هاي على اللوحات اللي بالبدايه. فإذا لقيت على لوحة الشغل تريده وعجبك تاخذ ورقة، وهاي الورقة يوديك له بالمكتب، وكيما قيسم مكتب صغير يسجل لك على الشغل هذا تريده. أو أكو بيهم دراسات عليا، أكو بيهم دراسات جامعات، أنا بوقتها أخذتها وصارت لي الحمد لله. فخلنا نقول أنت يعني ما ردت هاي مال الدراسة، فتريد تروح تاخذ من عندهم معلومات من الشركات البقية. فأول ما تدخل الشركات البقية، يعني مثلاً المرسيدس، أنا رحت لهم هلاو مرحبا، يعني اسمي فلان ابن فلان، أنا اسمي فلان عايش هنا صار لي هالقد، اللغة مالي هيك وهيك، ودي أشتغل عندكم يصير؟ راح يقولوا لك يصير عادي تقدر تشتغل عندنا، أو راح يقولوا لك لا ما تقدر تشتغل عندنا، راح يقولوا لك الراتب مالتنا هالقد نعطيك، راح يقولوا لك إحنا نختبر الواحد هالقد شهر هالقد سنة، يلا ان شاء الله بعدين ويانا زين،
راح يقول لك ايش قد الطورات بالبدايه، راح هواي تجيك معلومات مفيده كلش هواي. فلذلك يعني انصحكم تدورون هذه اللي اسمها جوب مسا، كلش زينه ومفيده، احسن من ما تظلون على الجوب سنتر اللي هو هذا الجوب سنتر. هذا مثل هو الجوب سنتر، سنتر بالانجليزي يعني مركز جوب، يعني شغل، مركز الشغل، مركز العمل. فالناس كثيرة هنا بالمانيا عايشة عليه باقية، بس انت هنا العراقيين والسوريين ياخذون اقامة 3 سنوات او سنة في الدولة، ولا 3 سنوات او سنة من تشوفهم بعدهم باقين 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 عليه، ما راح يطوا بعد 3 سنوات اقامة ثانية، راح يطوا سنة وراح يرجعوه. فلازم يبقى شغل، وهذه الشغلة كلش مفيدة. اسمعوا كلامي، وكلش مفيدة. يعني ليش؟ لانه الشيء المهم اللي بيها هو انه انت يعني تقدر تحصل شغل بكل سهولة، بكل سهولة تقدر تحصل شغل، ما يراد لها اي شيء، اي صعوبة. تعرفون شلون اصدقائي؟ يعني ما يراد لها شيء، سهلة. ليش؟ لانه انت اول شيء بالانترنت ما راح تعرف شنو الشغل اللي تريد تشتغله، تظل تدور بالانترنت وتكتب ما يطلع لك شيء، اشياء قليلة. بينما من تروح لهاي الجوب مسا وتدخل لها واحد واحد تسأله، راح تعرف شنو الشغلات، وهم حاطين لك الأجهزة، حاطين لك الشغلات راح تشتغل بيها، فراح يصير لك يعني أحسن بهواي، يعني خبرة تصير عندك، راح تعرف شنو هذا الشغل، شلون صعب شلون سهل، ايش قد ياخذ من راتب كذا، ايش قد كم عامل موجود. يعني كلش حلوة هاي الجوب مسا. واحنا بالمانيا كل اسبوعين 3 يسوون واحدة، الشركات كلها تتجمع ويجيبون سجلاتهم وأوراقهم، ومن يريد يشتغل يطوا ورقة وساعدوا بسرعة، خاصة اللاجئين السوريين العراقيين الأفغانيين الإيرانيين كذا، يعني عندهم إقامة أهم شيء. وأصدقائي أكو هواي أصدقائي يعني هنا دي يسألوني يردون طريقة زينة للهجرة لألمانيا، شلون يقدر يهاجر، شلون يقدر يسافر لألمانيا عن طريق المهرب أو كذا. فهذا الشيء ما راح أقدر أساعد به حاليا، لأن حاليا ما عندي شيء ساعد، أعتقد لأنه حاليا ما عندي شيء راح أقدر أساعدك به، يعني صديقي أو صديقتي، أختي أخوي، ما راح أقدر أساعدكم هسه بشيء، لأنه أنا من إجيت وبقتي كانوا المهربين موجودين وكذا وأشكال، بس هسه مهربين قليلين وكثيريتهم حرامية. يعني لازم أشوف لك مهرب تثق بيه كلش يلا تجي، لأن ماكو واحد بسهولة تقدر تجي وياه، من أكثريتهم حرامية هسه حاليا بالمانيا أو بتركيا أو ما أعرف وين بهاي الدول المجاورة. فشوفوا لكم واحد لازم كلش كلش يعني أمين، وهو هذا يقدر يجيبكم. وبعد شو بقول لكم، والله نسيت. إيه مهرب هسه أنا ما عندي بفلوس، يعني أكو واحد أعرفه بس حاليا مو كلش ثاق بيه، فخلوها أنا إذا ثقيت بيه وكذا فأعرفكم شلون تجون. بس أكو الطريقة الزينة هي مال الطيارة، والطيارة تقدر تجي بها أكيد لهنا، بس المشكلة بس تنزل هنا توصل يطار يرجعوك، لأن يدرون بجيت الطيارة مشكلة. فأكو هسه هواي مهربين دي يطلعون، يعني دي يطلعوك مثلا التركية، بس من تركيا لليونان صعبة، البحر كحيل حيل صعبة. إذا شافون حلقاتي السابقة الكتاب اللي سويتها فتشي كلش صعب، البحر مو سهل، وبعدين من طب اليونان سادي لك إياها الحدود، يعني مشكلة ما أعرف شلون. بس أنا أقول لكم أكو ناس تجي هنا دراسة تدرس، هذول أهل الدراسة يعني مستفادين، بيقدر يسوي شنجل ويجي هنا يدرس يمنا بالمانيا، تنقبل هم مقامة وهم دراسة. وانتو خليكم الثاني أشوف إذا أكو شيء جديد أقول لكم إن شاء الله. أوكي أصدقائي، يلا سلام، تحياتي لكم وللعراق الحبيب. سلام.